وكما تشوفوا احبائي هذه طريقه تقديم صراحه جاني بنين ابن حتى من المطاعم. ننصحكم باش تجربوه على خاطر مش مكلف وما ياخذش الوقت وحاجه صحيه وبنينه في الدار. اي ما تنسوش باش تخلوا لي تعليقكم من تحت، واللي يشترك في القناة يحط لي تعليق من تحت حتى نعرف شكون اشترك باش ترجع له بالمثل. ورايكم يهمني برشا على خاطره نزيد نتقدم أكثر وأكثر. سلامتكم متابعينا على القناة الكوجينة التونسية المقدية، وكما عودناكم نغيب عليكم شوية ومن بعد نرجع لكم برسيت جديدة. اليوم باش نحضر معاكم تاكوس المكسيكي أو خبز التغطية. نستحق للعجينة 300 غرام فارينة، ونستحق شطر مغرفة صغيرة خميرة، شوية ملح، تابع سكر، شوية زيت باش نلمبيه، وبطبيعة الحال باش نعجنه بالماء الدافي. وبالنسبة للحشو نستحقو صدر دجاج باش نقصو مكعبات، ونستحقو بصلة مفرومة وبطاطا باش نقليوها، وباش نستحقو الفخوماج من بعد باش نوريهولكم، ونستحقو باش نطيبو بالقشدة أو الكخام ليكيد كما تشوفو هنا خديت. وبالنسبة للتوابل نستحق مغرفة صغيرة كيريه، ونستحق مغرفة صغيرة كركم، ومغرفة صغيرة فلفل أسود. أيا تابعوني باش تشوفوا معايا طريقة مليح مليح. طب باش نعجن خليت المغرفة صغيرة تاع القهوة خميرة صبيتها على الفارينة، وتابع سكر ورشة ملح، وباش نعجنو بالماء الدافي اللي عنا، ونلم عجينتي باش ما تتلصقش، شويه زيت. Thank you.
خليت العجينه نتاعي مغرفه فارينه حتى ما تتلصقش وتشد روحها. وباش نربحوا الوقت خليت العجينه متاعي ترتاح وفي نفس الوقت بديت نقلي في البطاطا. بعد ما ارتاحت العجينه متاعي ربع ساعه باش نرش بالفارينه وين باش نعجن ونطرحها حتى ما تتلصقش. Thank you.
كما تشوفوا لهنا الرش من فوق واللوطة فارينة حتى تتماشى معايا العجينة وزيت تحل وتعرض. كيف نحطوها على النار يدوب تشد روحها، نقلبوها على من جهتين يعني ما نخلوهاش لين ورقتنا تكساح يعني تيب مليح وتكساح، لا على خاطر بعد باش نحط الحشوة ونعاود نحطها مرة أخرى على الغاز. وبعد ما طابت الورقة متاعنا أول حاجة نعملها نغطيها بمنديل حتى ما تكساحش وما يضربهاش الهواء تبقى ديما طرية. Thank you.
وبالنسبه للحشو تاع التاكوس خذيت سلطه خضراء غسلتها وقصيتها طماطم كيف كيف والدجاج اللي طيبته وبطاطا والفرماج مربعات. اول حاجه بديت بيها هي خديت ورقتي وبديت بالهريسه اللي هي الهريسه التونسيه اللي ما استغناش عليها في اطباقنا. انت اللي ما تاكلهاش نجم تبدل بصلصه الكاتشب، نجم تعمل اللي تحب انت في الحشوه متاعك تتحكم فيها.